النهارده كان في زياره مهمه للسيد وزير الخارجيه السعودي عبد الله الجبير مع لمصر، واستقبله فيها السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري. معي على الهاتف السيد بدر عبد العاطي السفير المتحدث باسم وزاره الخارجيه. سيد سفير مساء الخير. مساء النور يا فندم. سيادة سفير، دايما التصريحات الوحية أنا يعني استغربت أن أهم تصريح خارج من هذا اللقاء هو أنه لا خلاف. ليه فكرة الخلاف مطروحة على المائدة؟ لأن للأسف الشديد كان في رصد العديد من المحاولات للصيد في الماء العكر، ترويج لبعض الأخبار الملفقة بأن هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية حول بعض القضايا، وبصفة خاصة القضية السورية والوضع في اليمن. ومن ثم كان من المهم التأكيد على وجود توافق واسع في الرؤى وفي المواقف بين البلدين الشقيقين حول مختلف الملفات الإقليمية بما في ذلك الملفين اليمني والسوري. بس الحقيقه سيادة سفير، يعني ايه المشكله ان يكون في خلاف؟ يعني بالفعل يتردد ان هناك عدم تطابق في وجهات النظر، مثلا فيما يتعلق باليمن، مثلا فيما يتعلق بسوريا. الحقيقه ان فعلا ده متردد، لكن يعني هل في مشكله ان ممكن يكون في خلاف، ممكن يكون في عدم تطابق؟ مصر مثلا ترى انه لازم نقعد مع كل الاطراف السوريه التي يرتضيها الشعب السوري، ترى مثلا عدم الانجرار لليمن بشكل في معركة اليمن بشكل معين. ايه المشكلة ان يكون في بعض عدم التطابق في وجهات النظر؟ هذا لا يعني ان احنا مش اصدقاء يعني. بالتأكيد طبعا، لكن في مسألتين هنا يعني ارتباطا بالحضرتك ذكرتيه. المسألة الاولى وهي ان البعض اللي روج في الفترة الاخيرة لمثل هذا الأمر، وأن هناك اختلافات واسعة في الرؤى وفي المواقف، وده ما كانش أمر صحيح. يعني قد يحدث زي ما حضرتك ذكرت عدم وجود تطابق في المواقف بين الدول، ولكن الادعاء بأن هناك اختلافات واسعة وبأن هناك شقاق في العلاقة وفي المواقف حول هذه الملفات ده أمر غير صحيح على الإطلاق، ومن ثم كان من الطبيعي ومن الضروري الرد عليه. النقطة الثانية إن في المباحثات، جلسة المباحثات اليوم بالفعل أظهرت وجود توافق كبير جدا في المواقف حول كل القضايا الإقليمية اللي تم تناولها. يعني على سبيل المثال الأزمة السورية كان في حديث على أهمية الحل السياسي، على ضرورة دعم المعارضة الوطنية، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، أهمية وقف أعمال القتل اليومية للمدنيين الأبرياء من الشعب السوري. يعني كان كل هذه الأمور كان في لا أقول توافق ولكن تطابق في المواقف. طيب هل في ماذا عن دور الإسلام، عن دور جماعات الإسلام السياسي في سوريا وليبيا؟ هل إحنا هنا بنتكلم على برضو تطابق في وليبيا واليمن الحقيقة، تطابق في وجهات النظر ولا برضو في بعض الاختلافات؟ بالتأكيد في تطابق حول الرفض الكامل لكل التنظيمات الإرهابية، وده تم تناوله بشكل مفصل خلال جلسة المباحثات على أن قضية الإرهاب دي تحدي خطير جداً للمنطقة وللبلدين الشقيقتين اللي هم ركيزات العمل العربي المشترك. وحينما تم تناول الأوضاع في الدول العربية بعينها مثل سوريا وغيرها، كان في اتفاق واضح وصريح تماما بأنه لا مكان للمنظمات الإرهابية التي لديها أيديولوجية دينية تكفيرية ظلامية لا تؤمن بالدولة القومية ولا تؤمن. ده بيتضمن جماعة الإخوان ولا لا يتضمنها؟ يعني الحديث كان بيتم بشكل عام حول بعض التنظيمات في دول بعينها، بس كما كان عليه الحال بالنسبة لسوريا كما ذكرت، وأيضا الأزمة الليبية. هل في تنسيق مع الرياض بخصوص المؤتمر اللي هتستضيفه القاهرة يوم 8 القادم للمعارضة السورية؟ بالتأكيد في تشاور مستمر وتنسيق مستمر حول هذا المؤتمر وحول الأزمة السورية بشكل عام،
وفي جلسه اليوم ان وزير سامح شكري احاط الوزير عادل الجبير بكل تفاصيل هذا المؤتمر، ودعوه كل الفصائل المعارضه السوريه الوطنيه الحريصه على الدوله السوريه لعقد هذا الاجتماع، وان ده طبعا الاجتماع الثاني بعد اجتماع القاهره الاول في يناير الماضي، وان تم فيه الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الربيع ولكن تأجل وسيعقد يومي 8 و9 يونيو. وفي حوار مستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية حول موضوع سوريا وموضوع إدماج كل عناصر المعارضة الوطنية في الحل السياسي لوقف أعمال القتل اليومي. بشكرك شكرا جزيلا السيد سفير بدر عبد العاطي متحدث باسم الخارجية المصرية مرة أخرى. حتى لو ما فيش تطابق، يعني هذا لا يعني إن الدول كل واحد بيسير في اتجاه، ممكن سياسيا لا يمكن ان احنا نتطابق في كل شيء، ممكن نختلف في بعض الاشياء ونتطابق في بعض الاشياء، لكن السيد سفير بيتكلم ان هناك تطابق في كل الرؤى.